ومساحتنا الأخيرة لليوم رح تكون ضمن عالم الجمال وتصميم الأزياء، وخصوصا بلمسات أنثوية. مين منا يعني رشا لما يكون عنده مناسبة ما بيفكر شو بدنا نلبس، وخصوصا لما نحكي احنا دائما عم نفكر بهاي القصة ودائما شو بدنا بس نلبس بالأخص بالمناسبات، ويعني لما يكون عندنا نعمل حفلات سيرج نعجب. وبحث على المواقع هلكتني هالمواقع نشوف اليوم شو أحدث الموضات، وبتجذبنا دائما الألوان والتصاميم الحلوة. صحيح، هو دائما نحن بندور على المواهب السورية والمصممين السوريين. اليوم رح تكون معنا مصممة أزياء حابة تاخذ خط تصميم فساتين السهرة والسواري، واكيد بيسعدنا نرحب بالسيدة بدور الحسين. يسعد صباحك. صباحك يا اهلا جو. وسهلا، اهلا فيك. ان شاء الله صباح الخير. صباح الخير. حلو اليوم الشيء اللي لابستي، هذا اكيد شغلك. اكيد اليوم هيك دائما حلو مثل ما بيقولوا شوف اللي عم يشتغل القصه يجربها، يعني دائما بدور وقت نحن بنبلش باي شيء بنحبه بحياتنا. اكيد انت بلشتي بعمر كثير صغير، لليوم انت قادره توقفي وتصممي وتعرضي. خلينا بدايه نحكي بشكل عام شو هو تصميم الازياء. هو بعيدا عن الخياطه، دائما احنا بصير في خلط بالقصه، انا رايحه عند الخياطه بدي فصل فستان، ولكن في تصميم، في ديزاين قبل هي الخياطه. خلينا نحكي عن هي القصه. هلأ هو تصميم الأزياء هو فن موسمي كتير بيتأثر بثقافة المجتمع يلي نحن فيه، ودايما بيتجدد وبيعطي موسم ورا موسم. شو؟ تمام، تفضلي معك. أكيد تفضلي. نحن كنا بدنا نسألك، عم نحكي عن خطوط الأزياء إذا بدنا نقول. قبل ما نحكي عن صيحات الموضة، نحن بنعرف مصممين الأزياء بيحضروا قبل بكولكشن. تمام. يعني مثلا إذا نحن هلا بالشتي، فأنتم بتكونوا لا عم تحضروا للخريف وللصيف. من وين بتستوحوا الأفكار؟ يعني أنتم دائما سابقين الوقت قبل ما ينزل على السوق. تماما. هلا نحن كمصممين أزياء، هلأ مصممين الأزياء العالم اتفقوا على أنه يكون في موسمين فقط وليس أربع مواسم للعام الواحد يلي هنون مرتبطين سوا، يلي هو الصيف والربيع موسم واحد، والخريف والشتاء هو موسم واحد. قد ايه بيتم التجهيز؟ يعني انتم بتاخذوا شتي كامل لتجهزوا لموديلات الصيف والعكس صحيح؟ ايه تماما. هلأ نحن بالصيف منجهز منشتغل شتوي، وبالشتاء فنحن منشتغل صيفي. بدور بأي عمر انت بلشتي هاي القصة؟ خلينا نرجع لورا هيك. تماما. بلشت بعمر كتير صغير. بتذكر انا كان عمري كان عمري 9 سنوات، فمامتي كان عندها مركز تجميل، فبتذكر انه انا قد ما كنت حب الرسم، فبتجي الصبية ماما بتحط لي كرسي لقدر أنا طول الصبية وأعمل لها ميك اب، فصاروا يطلبوني أنا أكثر من ماما اللي هي بخبرة 30 سنة، وهيك تطورت معي القصة وكبرت وصار عندي إياها بكل شغف وبكل حب وما وقفيني من دونها. تعودتي. تعودت. هي القصة بتجي مثل ما بيقولوا الواحد يولد وموهبته بتجي معه او بتولد معه. فعرفنا انت بلشتي او بتكتشفي هي الميول عندك من عمر الطفوله، ولكن ايضا انت دعمتي هذا الشيء بموضوع الدراسه ودرستي قسم تصميم الازياء. خلينا نحكي اكثر عن هي الفتره، قديش عملت لك نقله نوعيه وغيرت لك يمكن يعني فكرتك عن عالم الازياء. فكره الدراسه قديش فاديتك، قديش صقلت هي الموهبه عندك؟ لا هلا ما فينا نقول هيك، لانه هو تصميم الازياء هو 50% موهبه و 50% دراسه، يعني الاثنين هنون بيكملوا بعض. يعني مثلا اوقات نحن بنوظف اشخاص هنن بيكون عندهم مثلا موهبه الرسم، او هنن بيحبوا مجال اللبس فينا نقول، فهنن بيفكروا انه كتير سهل انه هنن يوصلوا لانه يكون او تكون مصممة ازياء. هلا هذا الشيء كان ممكن يكون سهل ما قبل مثلا فينا نقول 100 سنة، لانه نحن اليوم بعصر فيه جامعات كثير موضة. تماما، فيه جامعات كثير عريقة بتخرج مصممين ازياء بشهادات عالمية. اليوم في عنا اكاديميات
فهذا الشيء كثير مهم انه يكون مرتبط بالدراسه والموهبه. بدور هلا انتم جهزتوا لشتي 2023 خلينا نقول، شو مخبين لهذا الشتوية؟ شو يعني شو حنشوف يعني ضمن هذا الشتي؟ هلا اكثر شيء ممكن حتشوفوه بسنه 2023 هي الملابس الفضفاضه الواسعه، والنقشات هي بتكون النقشات التراثيه اللي هي بشكل عشوائي وليس بشكل. صرنا نرجع نشوف الموضه القديمه نرمين ترجع نزلت على الاسواق، كان الكوب العريض مثل ما قلتي، الملابس الفضفاضه البناطلين اللي حنرجع نشوفها بكثره بالشتويه يعني. ايه اكيد. هلا نحن اذا بنرجع بالموضه للسبعينات او الستينات فينا نقول، كانت موضه الشلوستو للرجال. صح. نحن كمصممين رجعنا نشطنا هي الموضة، بس بدل ما تكون للرجال فهي صارت للنساء. خلينا نقدم نصائح اليوم. أكيد أنت يعني ضمن اختصاصك بتشوفي صبايا يمكن بمناسبات معينة عم يرتكبوا بعض الأخطاء بتنسيقهم لفستانهم أو باختياراتهم. خلينا نقدم نصائح اليوم للصبايا باختيار فساتين السهرة ضمن مجال اختصاصك. تفضل. تماما. هلأ أنا إذا بدي أقدم لهم نصيحة، فأنا بقدم لهم نصيحة أنه هنون ما ينزلوا على الأسواق بشكل عشوائي وهن مو عارفانين شو اللون يلي هو بيليق عليهم، لون البشرة، حتى لون القماش. فهذا شيء كتير مهم. يعني مثلا أوقات بيكون في أشخاص شايفين تصميم معين بيكون على التيفي او حتى بيكون على النت وسائل التواصل تماما او بمجله، فبيعجبهم هذا التصميم فهم بيحبوا يلبسوا وما لهم قادرين يتوجهوا لمصمم ازياء. فهون شو بيعملوا؟ بينزلوا على السوق. هن اكيد ما حيلاقوا نفس الشيء اللي هن بدهم اياه، لانه هن شايفين تصاميم خاصه، والتصاميم الخاصه هي ما لها مطروحه بالاسواق ابدا. فهون هنن يضطروا انه هنن يلبسوا شيء مشابه للشيء اللي هنن بدهم اياه، وهذا الشيء ما بيعطيهم الاطلاله المناسبه لهم 100%. طب بدور قد ايه اليوم مهم الصبيه انه تنسق شكل الجسم مع التصميم؟ احيانا نشوف حتى لو جاهز، يعني كونك انت اليوم مصممه بتشوفي هيك حالات كثير انه بجوز الفستان ما بيلبق لإلي، بيلبق لنيرمين، بس انا عندي عناد انه انا بدي البسه. اليوم قد ايه مهم هي الفكره انه انت تقدري مثلا تقنعي الصبي انه شكل جسمك ما بيناسب هذا الموديل، يعني نروح لشيء ثاني يعني. تماما. هلا تكون هي الصبيه جايه لعندي لمكاني الخاص اللي فيني، انا اكيد قادره اقنعها بارض الواقع وليس بالكلام. يعني انا ما بحكي لها هذا الشيء لابق لك او هذا الشيء مو لابق لك، انا بورجيها على ارض الواقع. مثلا في اشخاص بتكون كثير نحيفه، هذا الشيء صاير معي، بدها تلبس فستان اسود وبيكون كثير عالجسم ضيق، فهذا الشيء حينحفها اكثر وما حيعطيها الاطلاله يلي هي بتكون لائقه فيها. فانا ممكن اتجه على الالوان الفاتحه وبخليها تشوف وتقيس وتقتنع، وهي بتكون لابسه الشيء اللي انا بدي اياه وهي بدون ما تقولي لا ما بيلبق لك او ممكن تنزعج من الكلمه، وهي بتكون كثير مبسوطه. بدور كثير بنشوف صبايا عندهم تجارب بيقولوا لك انا بشتري القماش بروح لعند مصمم او خياطه وهي بتعمل لي الفستان، في اشخاص وحتى قالوا يعني في بعضهم انه اوفر يعني ماديا من انه يشتروا فستان جاهز من السوق، وفي اشخاص بيقولوا لك لا العكس، بعالم التصميم اليوم هو انه يشتروا جاهز من السوق ولا التصميم ايوه بيكون اوفر اذا بدنا نقول ماديا؟ ماديا. هلا ما قبل عدة سنوات كان فينا نحن نشوف انه كثير في فرق بين اسعار الاسواق واسعار المصممين الازياء، بس نحن هلا بوضع كثير صارت الاسعار متقاربه
بين الأسواق وبين المصممين، لأنه صرنا نحن كتير بصعوبة يوصلنا نحن القماش، فهذا الشيء كتير أثر على الأسعار وخلاها أسعار كتير متقاربة. قصدك قبل كان التصميم هو أوفر؟ أيوة تماما. طيب بدور هيك بشكل سريع، اليوم عم نودع نحن 2022، كان في موضه شفنا اليوم السنه الوان كثير جريئه يعني على واجهات المحلات، وشفنا الكوب العريض ان كان بالبناطلين وحتى بالبيجامات، يعني خبرينا عنا هيك بشكل سريع، شو اشتغلتوا ضمن هذا الصيف؟ شو اشتغلتي انت بشكل خاص؟ بشكل خاص هلا انا بهذا الصيف ما نزلت على الاسواق بضاعه تصاميمي يعني الخاصه، بس انا كان عندي تصاميمي الخاصه هي بتخص الاعراس والسوارع. طيب خلينا نحكي شو الدارج بفصل الشتاء لموضوع الاعراس، نحن نعرف الصيف هو موسم الاعراس ولكن في اشخاص بيحتفلوا بزفافهم بالشتاء، شو الدارج كونه هيك بيكون برود؟ تماما بفصلتين الاعراس حصرا. اوكي هلا هو دائما بالشتاء بتعتمدي على الشيء يلي هو مثل انواع الفرو، فهو فستان العروس فهو ما فينا نغير فيه، ما فينا نعمله صيفي او شتوي، ممكن نعمل له شيفون يلي هو الكم، او ممكن نحط له شال هو بيكون من فرو نوعا ما. اليوم شو الالوان اللي بتميلي لها بدور؟ بتحبي الالوان الفاتحه شكلك؟ انا الشيء اللي خلاني اتطور بشغلي اكثر انه انا حدا كثير جريء بالالوان، وهذا شيء كثير مهم لازم يكون عند اي مصمم كان، كسر الالوان والجراءة بالالوان هي كثير مهمه. تمام، خلينا نقدم بالختام نصائح اخيره ممكن توجهيها لكل الاشخاص يلي حابين يقتنوا اي شيء بموضوع اي نوع من انواع الملابس خلال فصل الشتاء، او لا كل الاشخاص اللي حابين يدخلوا عالم الازياء ويدرسوا. تماما. هلا هو اي مهنه بتكون فهي بتبلش بهدف معين، فانا بنصحهم انه هن باول خطوه بيضلوا مكفين هذا الطريق وما يوقفوا قد ما واجهوا صعوبات وقد ما حسوا حالهم انه هن مو قادرين يوصلوا، فهن حيوصلوا ان شاء الله. بنشوفك واصله للعالميه، اليوم نحن كثير بنشجع الصبايا السوريات ليكونوا ضمن هي الازمه لهم مشروعهم الخاص والناجح بحياتهم. شكرا لصباحك وشكرا لهالاطلاله الحلوه، شكرا نورتي صباحنا بدور. شكرا كثير لكم وان شاء الله نهاركم سعيد يا رب. شكرا مصممة الازياء بدور الحسين، شكرا لوجودك معنا.